ترايفل الملفي، حاجه كده سهله لذيذه وطعمها حلو جدا، وفي ثواني هتعمليها. بينا نقول المقادير ونعرف مع بعض الطريقه. عندنا باكيت من عجينه الملفي موجوده في السوبر ماركت. هنحتاج نعمل كريمه بيضة كده، صوص ابيض جميل ولذيذ جدا، تقدري كمان تسقي بيه اي نوع كيك انت حباها. عشان نعمل الكريمه دي هنحتاج كوبايه كريمه خفق، عندنا كمان كوبايه ونص من الحليب، معلقه فانيليا، نص كوبايه سكر، نص كوبايه كريم شانتيه باودر، تمام، 3 معالق كبار من الدقيق، ومعلقتين كبار من الزبده، وكوبايتين من صوص الكراميل. لا، كوبايتين صوص الكراميل دول لوحدهم مش هيتحطوا مع الكريمه، تمام. بس كده، يلا بينا بقى علشان نشتغل. في البدايه هجيب حله صغيره، ابتدي احط فيها كل المكونات دي فيما عدا الزبده. هنزل بالحليب، الكريم شانتيه، السكر، الفانيليا، الكريمه، الدقيق اللي هيدي قوام للصوص، واقلب على النار. يلا بينا. حطينا كل المكونات على البارد وهبتدي اقلب على النار لغايه ما تتقل كده وتديني قوام كريمي حلو كده. زي الفل. ايديا فيها بقى علشان ما تكتلش. انا بعمل ايه دلوقتي؟ خدت عجينه الملفي او الباف باستري، جايبينها بتبقى عباره عن شرايح بالشكل ده. هبتدي اقطعها مربعات وارصها في صاج علشان ابتدي ادخلها الفرن على درجه حراره 180 علشان تستوي معايا. وما ننساش ان احنا حاطين الصوص على النار، لازم تقليبه على طول عشان ما يكتلش معايا. كده عملت كمية كويسة، هدخل الصاج الفرن زي ما قلنا على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني لغاية ما رقائق الملفي تاخد اللون وتنفخ معانا كده. يلا بينا. بسم الله. وتعالوا بينا بقى نقلب مع بعض الصوص اللي على النار عشان ما يكتلش مننا. ريحته هايله جدا. وهجيب معاكو البولة اللي احنا هنشتغل فيها ونعمل فيها الترايفل. وادي الباف باستري بعد ما استوت وتحمرت في الفرن، بيبقى ده شكلها، هي اهي بتنفخ كده. بسم الله، شايفين بتبقى مرقة بالشكل ده. هبتدي احط شوية كده في الارضية كده. بسم الله كده، خلاص الصوص اخد القوام. تعالوا بينا يلا نشتغل بقى. خلاص يلا بينا، عندنا كده الصوص، شايفين القوام بتاعه بيبقى بالشكل ده. هاخد منه واحط على الملفي. بدأت أحط طبقات، طبقة من عجينة الملفي اللي احنا سويناها في الفرن، وطبقة من الصوص الكريمة. شايفين؟ عايزة أقول لكم طعمه فظيع. طبعا هو المفروض أن أنا استنى أن هو يبرد، بس عشان الوقت احنا كده كده لازم نسيب الترايفل يبرد خالص. ونحط شوية من صوص الكراميل. عايزاكوا بقى تتخيلوا الطعم معايا. ويا سلام بقى لو عندنا شوية مكسرات، هتبقى لذيذة جدا لما يتحط في النص كده، تلاقوا بقى في حاجات عمالة تقرمش. كنا
كنا شغالين في ترايفل الملفي عملناه، بس لسه محتاج شويه ملفي، فانا مستنيه اللي هيطلع من الفرن اللي احنا عملناه مع بعض وقطعناه. تعالوا نبص عليه بصه كده، ما شاء الله نفخ خلاص اهو، تمام على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني لغايه ما ينفخ يبتدي ياخد اللون الذهبي علشان نشتغل بيه. اعتقد ان احنا كده ممكن نطلعه زي الفل، تمام عشان ما ننساهوش. حلو قوي شكله عامل ازاي، ده اللي دخل اللي احنا قطعناه مع بعض على الهواء. ممكن نديله لون اكتر من كده شويه مفيش مشكله. الترايفل كملناه اهو وزيناه بقى كده بالكريز، ممكن بالفراولة، ممكن بالموز، اي نوع فاكهة انتوا بتحبوه. زي ما شفتونا عملنا ايه، بقينا نحط طبقات، طبقة من الملفي اللي احنا كنا مقطعينه مكعبات وحاطينه في الفرن واستوى على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني لغاية ما طلع معانا لونه ذهبي. بقيت عمالة احط منه طبقات، ومن الكريمة البيضة اللي احنا عملناها مع بعض طبقة، ومع صوص الكراميل، وهكذا لغاية ما خلصنا خالص. بعدين في الاخر زيناه بالكريز زي ما انتم شايفين، بجد تحفة جدا. متخيلين بقى طعم الكراميل مع الصوص الابيض اللي احنا عاملينه، تحفة جدا. كمان لو ينفع او متوفر مكسرات هنحطها تبقى لذيذة قوي.